حسام الجزيري إمام مسجد بمعتمدية منزلة ميم يدعو إلى قتل الرئيس المدير العام لقناة نسمة، ويقول لو كان القاضي مسلم لأمر بغلق القناة وتحويل أموالها إلى بيت مال المسلمين. جاء هذا احتجاجا على الحكم الصادر عن القضاء والقاضي بتغريم القناة ب 2400 دينار. قرر المحكمة الابتدائية بالعاصمة نهار الخميس 3 مايو 2012 بتخطئة قناة نسمة ب 2400 دينار على خلفية عرضها الفيلم بيرسيبوليس، ما أرضاش حسام الجزيري إمام بمدينة منزلة ميم اللي استغل خطبة الجمعة لإصدار فتوى بقتل رئيس مدير عام القناة. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. ما حال هذه القناة وأموالها؟ يحكم القاضي لو كان مسلما تغلق في الحال وترد كل أموالها إلى بيت مال المسلمين. هذا هو حكم الإسلام عباد الله. وما اكتفاش حسام الجزيري بالدعوة هذه على نبي القروي، لكن زاد الطال الدعوات والقضاء. ماذا حكم القضاء؟ أجل في المرة الأولى، أجل في المرة الثانية. يتمحض القضاء التونسي، قلنا لعله بعد هذا المحاض العسير ينجب لنا حكما يشفي صدور قوم المؤمنين، لكن تمحض الجبل فأخرج فأرا. حسام الجزيري ابدا في مهاجمة قناة نسمة منذ اكتوبر 2011. اخواني حين رأينا هذه الأفعال الشنيعة من القناة المعادية لله سبحانه، هب المسلمون في كل مكان. الإمامة هي بالأساس الالتزام للدعوة للتسامح مش للعنف. هذا ما ينطبقش على حسام الجزيري اللي خصص موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للفتنة والدعوة للجهاد بألفاظ ما تليقش برجل الدين، وهو معروف بتواصله مع حملة تطبيق الشريعة الإسلامية في تونس ومصر وليبيا، وزاد دعوته للجهاد حتى في ألمانيا. كيف ما تتضمن صفحته الإلكترونية صور الأطفال الأبرياء يحملوا أسلحة في رسالة منه لتعليم أطفالنا القتال باسم الدين في عوض يكلمهم عن الرحمة والتسامح.